السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في وصفه جديده. اليوم الوصفه اللي اقترحت عليكم هي واحد الطبق غني عن التعريف، طبق مغربي، طنجيه المراكشيه. كما كتعرفوا ان الطنجيه هي مراكشيه ماشي ديالنا حنايا. نتمنى تبقاو معايا باش نوريكم طريقه تحضير الطنجيه. هنايا عندي واحد جوج طراف تاع الملج كبار على حسب عدد الاسره، وعندي هنايا نص حامضه مرقده او مصير محيده منه العلف، وهنايا عندي ليدام او السمن الحار واحد شويه، حيت انا عندي هنايا السمن ديال الدار غادي نكتفي غير بهذا القدر شويه. وهنايا عندي نص كاس ديال زيت الزيتون او زيت العود، وهنايا عندي الزعفران شعره، الزعفران الحر مرقده في الماء سخون. وغادي نحتاجو الخرقوم البلدي واحد شويه الخرقوم، وغادي نحتاج واحد شويه الكمون، وما غاديش ندير الملحه. كما كتعرفوا ان الحامض كنحقدو في الملحه، ديك الساعه الا شفتوا الملحه ناقصه تقدروا تزيدوا شويه. انا اكتفيت بهذا الحامض مرقد. بقاو معايا باش نوريكم طريقه تحضير هذه الطنجيه. هنايا غادي نجيب واحد الطنجره الضغط او الكوكوت كما كتعرفوا، وغادي نطيبها غير في الدار اللي ضايق لي الوقت. وبالنسبه للطنجيه هي تقليديه، وكطيب في الفران ديال الزنقه بهذاك ديالها ديال الفخار، تثبت في الفران تطيب على نار مهيله. ولكن اللي ضايق الوقت انا غادي نديرها في الطنجره ديال الضغط. هنايا غادي ندير اللحم ديالي، غادي ندير واحد شويه الكمون، ما غاديش باش ما تجيش حاره، غير واحد شويه. هنا غادي ندير الخرقوم البلدي، غادي ندير هذاك السمن، اولا ليدان، وغندير الزعفران اللي مرقده انا هنايا. غادي ندير هذاك نصف كاس ديال زيت الزيتون، وهذاك مصير نص حامضه مصيره، وغادي ندير الماء اللي غادي يطيب ليا هاد الطنجيه. غادي نحرك بعدا اللحم دخلو لقامه، غادي ندير واحد الكاس ديال الماء، انا هنا دايره الماء دافي. الجهد اللي غيطيب لينا اللحم، ما نكثروش الماء باش ما تجيناش فيها الماء كثير. هذه هي طريقه التحضير ديال الطنجيه المراكشيه، سهله في التحضير، مكونات بسيطه اللي كتوفر في اي منزل. غادي نردها دابا طيب، ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالها. الشكل النهائي ديال الطنجيه المراكشيه اللي درت معكم اليوم، انا طيبتها غير في الكوكوت، درت طنجيه سريعه، ونتمنى تجربوها ودعموني بلا جيم لي بارطاج. واللي باقي ما اشتركش في القناه ديالي نتمنى يشارك، وشكرا على المشاهده، وفي وصفات اخرى ان شاء الله.